شوفوا التراب كيفاش نازل، هانتشوفوا الطريق مسدودة. شوف شوف الغيس، شوف الويديان هابطة، شوف نشوف التراب نازل من الفوق. وقبيلات تزنا وكان الحجر طايح في الأرض، يعني الله يحفظ يكون نازل حجر كبير. شوف ها نشوفو كيفاش شاد الطوموبيل كي كتم غدا تما. طريق الحبسة باقي الناس اللور، والحجر اللي حف كيطيح هو هذا. شوفوا الحجر اللي كيكون مشقق كيطيح. دابا في هذه الوقفه هذه اللي حنا واقفين هنايا، جا واحد السيد وسولته قلت له شنو اللي واقع، علاش الطريق حابسه؟ قالوا لي باللي راه واحد الجزء من الجبل طايح تما، يعني محبوسه الطريق. دابا كيف ما كتشوفوا لا الناس اللي جايين من ليه ما كيجيوش، ولا اللي غاد من هنا حابسين، يعني لا لي من ليه ولا راه تشلات الطريق، لان ما كاينش كيفاش نتحركوا وكننتظروا الحل. لنا ما عرفتش دابا تا لي زونجان اللي غادي يصاوبوا الطريق راه محبوسين، ما كاينش كيفاش يجيو، ما عرفتش واش يجيو من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، لان تا جاوا من اللور الطريق راه الطوموبيلات عامرين ومسدودة الطريق، ومن جهة أخرى عاوتاني نفس الشيء. المهم نتمنى أنهم يحلوا هذا المشكل. هذه غادي نمشي لقدام نشوف شنو كاين. بقى كيبان والو، المهم نحاول نوصل لقدام نشوف شنو كاين. هانتشوفوا الغيس راه طايح، يعني طاح واحد الجزء من الجبل من الفوق، من الفوق نزل من الفوق وعرق الطريق، ومازال ما كاينش لا تراكس لا والو، راه حنا كنتسناو. الحمد لله هي جات التراكس جايه وهي اللي غادي تفتح لنا الطريق. انتما عارف واش كتبان لكم ولا لا، المهم هي جايه من ليه. الناس قايمين بالشغل ديالهم، الحمد لله دابا الطريق عاد تسرحات، التراكس راه هي قاد الطريق، ودابا كيف ما كتشوفوا الشاحنات بداو يتحركوا، يعني حنا غادي نتحركوا حتى حنا ان شاء الله بحول الله، غير غادي نتسناو نوبتنا بين ما تخوى الطريق. هنا سيارة الإسعاف كيف ما كتشوفوها هي واقفة هنايا، يعني واش باغا ترجع ولا معرفتش واقف عليها. هنايا كانت محبوسة الطريق، هاد التراكس ها هي،
كيف ما كتشوفوا، الله يجازيهم بخير. المهم الطراب هو كيف ما كتشوفوا هو في الجناب اللي كانت كتشوفوها من طاح الجبل. المهم الحمد لله سلكناها دابا، ولكن حنا باقينا غاد القدام ما عارفينش شنو كاين، ديما كنلقاو. المهم هي الطريق باقا حابسة ما عارفاش ما كاين قدام. المهم نتمنوا الخير ان شاء الله. دابا راه حابسة الطريق، حنا دابا حابسين دابا في تيشكا ومازال كنتسناو لينا الطريق حابسة. الله حابسة عاوتاني المرة الثانية. المهم حنا على طول الطريق كنجيو كنوقفو كنجيو كنوقفو. كنصح على اي واحد باغي يسافر من الاحسن من مراكش لورزازات، تنقول من مراكش لورزازات من الاحسن يفيق مع الصباح بكري، من مور الفجر مباشرة، من مور الفجر مباشرة يخرج حتى الاشغال كتكون مازال ما بداتش. هذه تنقول بالنسبة للاشغال، اما الا كانت كوارد اخرى الله يحفظ هذيك حاجة اخرى، لان بالنسبة لذاك الحجر اللي كيطيح كيطيح بسبب الشتاء كل ما كيسيل وكيدوز ما بين الحجرة وحجرة، من تما كيتفرقوا الحجرات بجوج وكيطيح في وسط الطريق. وملي كطيح في وسط الطريق الله يحفظ راه كيما قلت لكم راه ممكن تجي في شي طوموبيل ولا في شي كاميو ولا في شي كار. المهم الله يحفظ والسلامة للجميع، لان هادشي في الحقيقة صعيب. حتى الطريق اللي صوبوها جديدة ديال تيشكا حتى هي فيها هاد المشاكل هادي، وحتى الارضيه ديالها راه النص ديال الطريق تقريبا راه هبط لتحت، النص ديال الطريق راه هبط لتحت. هو راه تلاجا الانسان بالليل، وكاين بعض المشاكل اللي هما بالنسبه للبلايك انهم يقول لك تجنب على هذا الطريق، هذه راه مزهتله او لا راه هابطه لتحت يعني تكسرات. ما كاينينش اللي كيجي بالليل، ممكن يجي كيجري وما بين ليش هذيك ممكن يدخل في شي حفره. تنقول لك في هاد تنقول لكم في هاد الطريق اللي هي مصيبه في تيشكا، الطريق الواسع وكل دابا فاش جينا راه الطريق عامره بالحجر والحجر كبير. انا ما عنديش كيفاش نصور لان كتجي صايق، ما عنديش كيفاش نصور، ولهذا كنقول لكم حضيو راسكم بزاف وحضيو راسكم بزاف. هادشي تنقول لكم في الشتاء، ولكن راه بلاش تبع المرات كنلقى هاد الحجر هذا. هما هي في الحق كاين الاصلاحات كيصلحوا، ولكن هذيك الطريق اللي مصلوحه ليه هي واسعه حتى هي فيها مشاكل وبزاف في الحق. راه كل مره كيطيح الحجار الاصلاحات كاين انهم تيقادو هنا القنطره. شوفوا الواد شوفوا الواد، غير دابا دزنا لها واحد الحجرة كبيرة ولكن ما صورتهاش، ها واحدة أخرى شوفوها أنت، حجرة كبيرة وسط الطريق يعني راه الله يحفظ تكون زقلات شي طوموبيل ولا شي حاجة. يعني حجر كبير كيطيح وسط الطريق الله يحفظ. فضلا منكم لا تنسوا الضغط على زر التشجيع ثم زر الاشتراك ثم الجرس ليصلكم كل جديد.